اذا تغيرت النتيجه في الدقيقه 30 اعاده للعمليه. الانطلاق كانت من طارق ثابت تمشي مباشره للشيحي. الشيحي توزيع واللاعب رقم 12 المحجوبي راسيه يسجل اصابه الاولى لفايت الترجي الرياضي التونسي، هدف مقابل صفر. بن ناجي بوسنينا معاذ الشافعي بوسنينا معاذ الشافعي علي بن ناجي معلول صحيحة ضربة مرمى لفايد نادي محيط قرقنة. إذا تغيرت النتيجة منذ دقيقة، أصبحت لفايد ترجي رياضي التونسي هدف مقابل صفر. الهدف تسجل عن طريق اللاعب محمد علي المحجوبي بعد توزيعة من سراج الدين الشيحي. محجوبي معاذ الشافعي باهية مخالفة شيحي. شيحي في محاولة على هدف، هدف ممتاز من الشيحي. الهدف الثاني هدف ممتاز، الهدف الثاني لفايت الترجي الرياضي التونسي دقيقتين بعد تسجيل الإصابة الأولى. يتمكن اللاعب الشيحي يستغل خروج الحارس إعادة العملية. شكرا للزملاء الفنيين. والشيحي إغالة الحارس فيصل خليف وإضاعف النتيجة، تصبح هدفين مقابل صفر لفايت الترجي الرياضي التونسي. وصلنا حاليا للدقيقة 32 من الشوط الأول. طارق ثابت الحكم قاعد ينبع على جدار الدفاع ماشي وخر الأمطار القانونية. زبير نوير الحكم. نبيل معلول المحجوبي حمروني و تسلل عروس عمر بطاهر ما يخش الكرة. بن ناجي نبيل معلول الركنية نبيل معلول حمروني وهدف باهية ممتازة من بوسنينة. كانت لمسة كانت طيبة واللمسة الأخيرة متاع بوسنينة يسجل بها الإصابة الرابعة لإعادة العملية. شوفوا مع بعضنا معلول حمروني بوسنينة والهدف الرابع. إذا الهدف الرابع لفايت الترجي الرياضي التونسي عن طريق اللاعب بوسنينة، والهدف الأول في هذا الشوط الثاني في الدقيقة 28